اليوم الجمعة 5 من شهر أكتوبر في بالعربي وحلقة جديدة، وضيف الحلقة لليوم هي مديرة مدرسة سونيا سوداني. مشاهدينا لأي سؤال أو استفسار راسلونا على صفحة الكومبيس أو من خلال تعليقاتكم أسفل الفيديو. أهلا وسهلا فيكم بفيك بالعربي. ومن أكثر المهن أهمية عند الحديث عن بناء المستقبل وإعداد الأجيال، عم نحكي عن مهنة المدرس. اليوم 5 من أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلمين من عام 1995. الهدف من هالمناسبة التذكير بأهمية ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وكمان تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. من خلال برنامجنا منوجه تحية تقدير لكل معلم مخلص بيقوم بواجباته على أكمل وجه. للحديث عن هالمناسبة معنا بالاستوديو مثل ما حكيت بالمقدمة مديرة مدرسة تمهيدية سونيا سوداني. أهلا وسهلا فيكي وكل عام وانتي بخير. أهلا أهلا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك سونيا. خلينا بالبداية نحكي، أنت مديرة مدرسة تمهيدية وكمان كنت معلمة بجامعة ستوكهولم لتأهيل المعلمين، صح؟ وكمان أستاذة فيزياء ورياضيات. رياضيات وعلوم. طبعا. رياضيات وعلوم. طيب سونيا، إذا بنحكي عن شو أهم صفات المعلم الناجح؟ إنه يكون إنسان موثوق فيه. مجرد إن الأستاذ وصل إنه يكسب ثقة التلاميذ أكيد راح يكون ناجح. بس التلاميذ حسوا إن هذا الإنسان اللي موجود يعلمهم موجود، مو بس لأنه ماخذ راتب أو يودي في وظيفة، لو حسوا إن وجوده لأجلهم لتنمية قدراتهم أكيد راح يحسوا ويثقوا فيه، وهذا راح يعطي نتائج جيدة. يعني الثقة هي الثقة أهم شيء. طيب شو رأيك هلا بالبداية نروح سوا لنشوف تقرير بيحكي عن النظام التعليمي بالسويد، كمان حنتعرف عن السبب بوضع هذا النظام بمراتب متقدمة. جواب بهالتقرير وراجعين لنجاوب على أسئلتكم.
يعني سوني، على الرغم من أنه أهمية المرتبة المتقدمة، يعني وصلت السويد لمراتب متقدمة، إلا أنه في انتقادات عن نظام التعليم بالسويد. إذا بدنا نحكي عن هاي الانتقادات، بدنا نحكي فرضا عن إيجابيات وسلبيات، شو بتخبرينا؟ الإيجابيات هي أن الطفل، التعليم ينطلق من الطفل، معناتها في كل مثلا قسم الأستاذ يشوف احتياجات الطفل وين، ومنها ينطلق. ممكن عنده مشاكل، صعوبات في القراءة والكتابة أو في الرياضيات، ما ياخذوا القسم كامل على أنه كتلة واحدة ويبدأ يعلم التلقين. في تفاوت. نشوف شو الإمكانيات اللي عندي ومنها ننطلق. لكن اللي ممكن يكون سلبيات، كثير ممكن يفهموا الحرية غلط أولياء وتلاميذ، وهذا اللي يعمل مشاكل. ما فيش مثلا حد أو صرامة شوي في المدرسة السويدية، هي تنطلق من الطفل. مثلا موجود مدارس كونسكاب سكولور، هذه لا فيها جداول، لا فيها مثلا حصص واضحة، تنطلق من الطفل، هو اللي يحدد الجدول، يحدد شو الأشياء اللي حاب معناتها يكون أحسن فيها، يحط خطة لنفسه. من الطفل تنطلق أو من التلميذ. لكن هذا ممكن عند الناس اللي ما فاهمين بالضبط اللي أنا عندي الحرية وأنا اللي نختار طريقي وأنا اللي نحدد طريقي للنجاح، هذا ممكن يكون عندهم صعوبات ويتلاعبوا بالمدرسة ويفهموا حريتهم بطريقة خاطئة، سواء مثل ما حكيت الأولياء أو التلاميذ، وهذا اللي يخلي إنها تكون تعطي ممكن نتائج سلبية. بس كنظام هو نظام ناجح أكيد، مثل حكينا كمان بالتقرير انه عم واصلين لمراتب متقدمه. صح. طيب سوني، اذا بنحكي عن الاهل، قديش لازم يكون في علاقه قويه بين المدرسه والاهل، وشو في هيك عقبات بتواجههم بالنسبه كمان للطلاب الجديد بالنسبه للمدرسه؟ مهم ان العلاقه بين المدرسه والاولياء تكون علاقه جيده، قائمه على الاحترام والثقه. اهم شيء اني واثق ان طفلي يتطور بكيفيه معناتها بكل الوسائل والطرق اللي المدرسة ممكن تقدمها له. لو أنا ما عندي الثقة، نشوف ممكن أن طفلي عنده مشاكل وصعوبات أصلا هي جاية من البيت، جاية من التربية، لكن أحيانا نحط المسؤولية على المدرسة وتبدأ من هنا المشاكل، أنه ليش ما تقوموش بواجبكم، طفلي موجود في المدرسة مثل ما موجود 8 ساعات، ليش هو ما عارف الأخلاقيات. المدرسة مو من واجبها أن تربي الطفل، المدرسة واجبها أنها تعلم الطفل، أنها تنمي قدراته، مو انها تربيه. التربيه هي على الاولياء في الدرجه الاولى، وهذه وين تصير المشكل. حقوقي واجباتي اللي كثير من الاولياء يفهموها بالخطا، ان واجباتي انك كانك خادم انت لطفلك، وهذا غلط. حكيتي نقطه قصه 8 ساعات، يعني اغلب الاهل بيفكروا انه خلص الولد كونه ب 8 ساعات بالمدرسه، فهو المدرسه هي مسؤوليتها تعمل كل هي التفاصيل. بس لا، في كمان مسؤوليه للاهل أكيد. برا المدرسه أكيد. وهذا الطفل يستشعره بسهوله. اذا الام او الاب ما يتبعوا المرحله اللي بعد المدرسه، اوكي الطفل هو في المدرسة 8 ساعات، لكن بالبيت كم من ساعة؟ إذا أنا ما مهتمة، ما نشوف شو احتياجات طفلي، هل عنده وظائف، هل عنده مشاكل، ما عندي الوقت نسمعه وبعد نحط المشكلة على المدرسة، هذا غلط. لأن احنا أولوياتنا للأسف الأغلبية اللي جايين جدد أو شرقيين، إنه أولوياتنا طبخ، تنظيف البيت، خاصة سبت وأحد مستحيل تلقى تماماً موجود. أنا ما معناتها نحط الناس الكل لا هلا، بس النسبة اللي منيحة الأغلبية إن أولوياتنا مو الأولاد. أوكي في داخلنا حاب إن طفلي مثلا يوصل مراحلي، لكن شو أنا عملت؟ هل تركت الطبخ والتنظيف؟ يا إما إن الأم تحاول والأب إنه يكون الطفل جزء من هذا الشيء، أو الابن أو البنت تساعد في التنظيف وفي الطبخ وفي كل شيء، يكون عندنا مجال العائلة الكل إنه نتفرغوا. أوكي وين عندكم مشاكل؟ هل قادر أنا نساعدك أو أنت قادر تحلها بنفسك؟ هذا المشكل اللي الأولياء يتنافوه أو يتجاهلوه، إنها
هل أنا عندي وقت لابني، وبعد نحكي على المدرسة ونقول آه المدرسة ما قاعدة تخصص وقت لابني أو تماما ما تعطيه تماما الوقت الكافي. لازم نبدأ من نفسي، هل أنا مخصص الوقت الكافي لابني أو لبنتي؟ يعني هيك فينا نأكد إنه في بعض من الأهالي أو من أكيد القادمين ما الجدد نعمم. تماما بيضيعوا بين ما هو واجب عليهم وبين ما هو واجب على المدرسة صح بطريقة صح إرشاد أطفالهم، أو حتى إنه صح بس بدهم يستسلموا لرغبات الطفل. صح فهذا الموضوع شو رأيك فيه؟ هذا وين يصير معناتها المشكل، اللي انا نحط المسؤوليه على المعلم او على المدرسه. اوكي انت في ايدك انك تتصرف في ابني، لكن تماما انت فقدت القياده، انت وين سلطتك على ابنك؟ يصير الطفل يستعملها بس يحس انه الاب والام فقدوا السلطه والسيطره في البيت والمتابعه في المدرسه، اكيد الطفل راح يلقى البديل، يا اما اصدقاء يا اما اشخاص ثانيين، او المهم انه ما راح يشوف للام والاب كقائد وكمعنتها قائد عنده السلطه عليه. سونيا اجتنا بلشوا التعليقات تجي. ايفين عم تقول انه صح التربيه على الاولياء والتعليم مع المدرسه، بس ممكن التواصل المستمر بين الاهل والمدرسه يتساعدوا سواء. اكيد صحيح اكيد ما نتصورش موجود مدرسه اذا انت تعرض عليهم مشكلتك تقولي عندي صعوبات في هذا الشيء شو ممكن تساعدوني؟ التواصل هذا مهم بين المدرسة والأولياء، إذا أنا أو المدرسة التمهيدية نفس الشيء، إذا أنا نعرض المشكل أكيد رح نلقى حلول، والمدرسة هي أصلاً عندها حلول من البداية لكل طالب بمجرد أنهم يشوفوا المشكل، لكن إذا أنا نفيت وقلت ابني بالبيت ما عنده ولا مشكل، ونشوف أنه في المدرسة يقولوا عنده مشاكل، وفي الأخير يبين أنه ابني اصلا انا لا ما نشوفش فيه قاعد يا تماما امام الداتا 8 ساعات او ماسك الموبايل، بس تقولي ما عندي مشكله معاه، لا اسمع صوته واموره تمام، كيفاش هذه الامور التمام؟ تماما سونيا بدنا نحكي عن نقطه يمكن الاغلبيه بيعانوا منه، وهو الهواتف المحموله او الايباد صح. او الكمبيوتر اذا بدنا نحكي على اللابتوب. كيف الشخص او الاب والام فيهم يتعاملوا مع طلابهم او مع اولادهم اذا هن بالبيت، وكمان كيف فينا نحن لما نعرف كمان في طلاب بياخذوا الموبايلات على المدرسه، كيف فينا نوصل لما يبالغوا، ما نقول بالمره بس انه ما يبالغوا بانه يستخدموا الهواتف المحموله. كثير عندهم مشكل في هذه النقطه، الموبايل وكيفيه استعمال الانترنت وكيفيه وضع حد ابني او بنتي في استعمال الموبايل او الانترنت او الداتا الا ايباد معناتها اي شيء فيه وسائل تواصل. المشكل هو الاغلبيه من الاولياء، الاولياء اللي ما يحط حد لطفله، مجرد اني وضعت حد لطفلي وتمسكت به اكيد بما اني انا عندي السلطه اكيد الطفل راح يخضع لهذا الشيء، لكن اذا انا تساهلت وتهاونت ولقيتها في الاول سنه سنتين اكثر انها مريحه، ان طفلي ما نسمعش صوته، ساكت ساعتين ثلاثه ما عندي ولا مشكل، نلحق اني نطبخ وننظف ونعمل كل الامور، وبعد ننتبه بعد كم من سنه انها اوي الطفل ادمان، لما نقول له ساعدني او اعمل هذا الشيء او دروسك ما يسمع. اها بس انت او انت الاب او الام فتره من الزمن وين كنت؟ تماما وين كان المراقبه؟ يعني الطفل مثل ما حكينا شوي قبل البرنامج من عمر السنه يبدا الام او البنت تعطيه الموبايل لا يرتاح لا يرتاح ويسكت، تمام معناتها هي تمشي تتبضع وتتسوق وتقابل اصدقاء والطفل ساكت، اكيد هذا صار ادمان او اكثر وامر من الادمان. بس لو انا من الاول عندي حدود لاستعمال هذا الشيء اكيد راح الطفل يعرف انه من الاول موجود حدود، مو من تركت فترة كبيرة من الزمن ما عندي لا مراقبة ولا حدود وفي الأخير نجي نحبنا، أكيد الطفل ما راح يوافق، أكيد أنت قاعدة تخترقي حدود بالنسبة ليه من الأول، أنت اللي بنيتيها أو أنت نحكي على الأب أو الأم. سوني قلتي على نقطة كمان أضيف لك إياها اللي هي الشدة، إنه الشخص أو الأهل لازم يكونوا شديدين بالنسبة للأمور اللي بتكون أساسية من ناحية تربية الولد. والشدة مو معناتها القسوة أو تماما العنف،
الشده اني اكون شديد وعندي قوانين في البيت مو معناتها اني اكون قاسي او نضطهد ونتعسف على ابني او بنتي. الشده معناتها عندي حدود. مثلا في البيت يسالوني كثير ويطلبوا نصائح شو ممكن اعمل في بيتي. مثلا من الاشياء اللي ممكن الواحد يستعملها ان على طاوله الاكل يمنع الموبايل أو استعمال الآيباد أو هذا الشيء، لأن هذه فرصة كبيرة إن العائلة تحكي مع بعض، معناتها في أشياء مختلفة. لو إن كل واحد ماسك موبايل أكيد ما راح يكون موجود الحوار أصلاً. وهذا الشيء لازم الأم والأب يبدوا بأنفسهم. أحياناً تأمر طفلك تقول له خلي الموبايل أو الآيباد وأنت ماسكه، كيفاش؟ ودغري بيقول لها طيب ماما انت ماسكتي، انت ماسكه انت تشوفي الموبايل كم من ساعه أو اها كيفاش انا نقنع طفلي بشيء انا قاعده نقوم به؟ اذا انا خليت الموبايل اكيد طفلي، الطفل هو ما يسمع اللي انت تحكيه، الطفل يعمل مثل انت تعملي، معناتها مقلد للاشياء. اذا انا حابه ان طفلي نوصل له معلومه معينه عن طريق اني انا نكون فرابيلد مثل ما يقول بالسويد، كيفاش يقولها بالعربي، اني نكون انا قدوه. تماما قدوه لي. طيب سونيا حكينا قصه الهواتف المحموله وكمان اجى كثير تعليقات. أوكي. من اسعد سأل سؤال إنه بعض المدرسين ما عم بيكون عندهم خبرة بتدريس الطالب، والطالب ما بيكون ما بيفهم المادة اللي عم تقدم له بشكل منيح. أوكي، للأسف موجود عجز كبير في السويد للأساتذة، كثير ما قاعدين، معناتها نقص كبير، ما قاعدين يمشوا هذا المادة، ما يطلب ما يحبوا يكونوا أساتذة أصلا. تقريبا 4000 في بس ستوكهولم موجود عجز للأساتذة، وهذا الشيء يخلي المدرسة لازم تغطي هذا الاحتياج. أحيانا يجيبوا أستاذ ما عنده الخبرة الكافية بس للتغطية، لكن أكيد المدارس ما تجيب واحد ما عنده أصلا علم بالتدريس، ممكن يغطي لمدة فترة من الزمن إلى أن يلقوا معوض، بس هذا موجود لسبب أنه موجود مشكل في الأساتذة ما متوفرين. كمان تفاعلوا على موضوع الهواتف المحمولة، كمان عم تسأل إيفين أنه ممكن تخصيص وقت محدد للطفل باليوم لاستعمال الآيباد، وكمان يوجد برامج بالنسبة للأولياء مشان صح. هذه نقطة كثير مهمة تماما، أنه يكون عندنا علم شو الشيء اللي يشوف فيه طفلي. مو كل الأشياء مسموحة، موجود برامج هادفة وموجود برامج تشوش الطفل وتحثه على العنف. لازم أنا كولي نعرف شو الشيء اللي يشوفه طفلي، نشوف معاه، ليش نخليه إلى ساعات هو يشوف وحده؟ لازم ننتبه شو الشيء، نساعده في انتقال أشياء المهمة، وهذا يصير ما يأثر إنه يستعملها في أوقات كبيرة، لأن الهدف واضح بالنسبة لي، مو إن الهدف المنع تسكت. تماما. طيب سونيا خلينا كمان نشوف تعليقات البعض اللي بعثوا لنا. في صبية اسمها سالي بتقول انه اذا الاستاذ عنده تمييز لطالب، يعني بس يسال سؤال ويرفع هذا الطالب ايده ما بيرضى يخليه يجاوب، وبالمقابل كمان اذا وصل حصل على علامات عاليه البعض بيمدحهم بس هو هذا الشخص ما بيمدحه. هون شو فيهم يعملوا لهذا الطالب بالنسبه للاهل؟ شو اول شيء؟ قانون المدرسه السويديه تمنع ان يكون الواحد تمييز، عنده تمييز وعنصريه وشيء من هذه الاشياء. اللي نتصور في هذه الحاله ممكن تحكي على طفلها او على شخص هي قريب لها، انه احيانا كثير من الطلبه او التلاميذ ما يكون عندهم صبر، يكون بس هو حاب يجاوب، يرفع دائما ايده، ما يخلي مجال للاخر. احيانا الاستاذ لازم يخلي حد لهذا التلميذ، لازم تتعلم تصبر، لازم تتعلم تستنى دورك، ما يعطيه دائما المجال اللي هو يجاوب. لو جاوب واحد هو عنده المعلومه دائما ما راح يخلي البقيه فرصه في انهم يفكروا. اكيد الاستاذ عنده جواب لهذا السؤال، نفضل لو انها تسأل الأستاذ في المرحلة الأولى شفت هذا الشيء أو طفلي حكى هذا الشيء شو تفسيرك؟ لو ما أخذت جواب واضح وصريح حست
انها ما مقتنعه اصلا بالاجابه، ممكن انها تتوجه للاداره، للمدير او مساعد المدير وتسال: انا طلبت من الاستاذ تفسير لكن ما اقنعني، شو انت جوابك؟ يصير المدير يطلب الاستاذ ويفسر في جلسه، معناتها الانسان عنده الحق انه يسال ما يخاف. شفت هذا الشيء ما أسأل؟ لا، عندك الحق أنك تسأل، خاصة في هذه الأشياء إذا تخص طفلك أكيد. تمام. كمان في سؤال تاني بيقول: احكي لنا عن طرق متابعة، كيف بدهم يعملوا طرق لمتابعة الأطفال بالبيت من شان واجباتهم المدرسية؟ أوكي. دائما في كل مدرسة عندها قوانينها الخاصة بها، والأغلبية المدرسة تعلم الأولياء إن مثلا عندنا يوم الاثنين أو الثلاثاء عن طريق إما الإنترنت مواقع معينة تبين إن عندهم تمارين ووظائف، أو في البيت ياخذوها معاهم على البيت. أنت وظيفتك وواجبك كولي تعرف هذه الأوقات وين. أوكي، ممكن عندنا يوم الاثنين ماتلكسة، وظيفة الرياضيات. يوم الثلاثاء هذه الوظيفة. أنا مسؤوليتي إني نتابع ابني. أوكي، تتذكر، ما تخلي المسؤولية على الطفل إنه يتذكر كل شيء. تتذكر إن الاثنين وظيفة رياضيات، خلي نقعد ونشوف الرياضيات. موجود مساعدة لهذا الشيء، موجود المكاتب في السويد كلها مفتوحة للكسيال، معناتها مساعدة الوظائف. ممكن أي إنسان يأخذ أطفاله ويلقى معناتها كم هائل من المتطوعين اللي يساعدوا على حل الوظائف. معناتها ما يقول الإنسان أنا ما عندي علم بالرياضيات أو ما عندي علم باللغة السويدية، موجود أماكن هي مفتوحة تساعد، بس مهمتك أنك تطلب المساعدة، تمشي لأي مكتبة قريبة عليك تقول لهم أي وقت عندكم لكس يلب أو وين موجود. يعني رجعنا للسؤال. صح. سونيا، طيب فينا نضغط على الطالب بالنسبة للدراسة بالبيت؟ يعني طول الوقت قوم دروس يلا صار وقت درسك، ولا لا يمكن إذا تنظيم الوقت أفضل؟ إذا تنظيم مثل السؤال اللي قبله، إذا تنظيم نعرف وقتاش مثلا وظيفة الرياضيات، وقت الطالب محتاج شوي راحة وترفيه عن النفس. طبعا. إذا كله لازم تعمل، لازم كله واجبات، أكيد راح يكل ويمل. بس لو عندي أنا مجال للراحة النفسية، تمارين رياضية مهمة للأطفال، إني أوكي عندنا السبت والأحد ممكن نطلعوا برا، هذا اليوم مخصص الكذا، هذا اليوم مخصص الكذا. الطفل محتاج إنسان يساعده على ترتيب يومه وترتيب جدوله، ما قادر هو وحده أنه يكون مسؤول على كل شيء. صعب، صعب. لازم شوي. الأهل يوجهوا، الأهل يساعدوه ويوجهوا، لكن مو بس بالحكي، معناتها أدرس يلا أدرس يمكن يلا أدرس. أسلوب كمان سونيا بيلعب دور، الأسلوب هذا يتعب، يتعب الإنسان تماماً. إذا بس نسمع في نفس الكلمة أكيد رح أتعب. وهي منها فكرة الأمر، يمكن أغلبيتنا أو إذا بدنا نقول النص كثير متعودين على الأمر، دروس أعمال في هذا كمان. صح. الأسلوب بيخلي الشخص ينفر. صح. ويبعد حتى عن الدراسة. لو نغير الأمر بأسلوب الإقناع ممكن تصير الأمور أحسن. أول شيء نحكي للتلميذ أو الطفل انها الدراسه مهمه، اذا ما عملت هذا الشيء شو النتائج المرتبه عليه؟ اكيد راح يسمع ويعرف انه اوكي لو ما خلصت هذه السنه بنتائج ما راح اقدر اكمل السنه، راح تصير عندي صعوبات في المستقبل. طريقة الإقناع والحوار معناتها في الأول والأخير، إن لو تحاورنا مع أطفالنا أكيد رح نوصلوا النتيجة، بس الأمر لا. كمان سؤال سونيا بيقول: كيف فيه يتصرف الأب والأم بس يجي ابنهم على البيت وعم بيقولهم أنه هو تعرض للضرب؟ أول شيء نسمع من ابني شو اللي صار، مو بس أني تعرضت للضرب. أوكي، احكي لي كل القصة. يا ليت أني نكتب مثلا كوالي، نكتب النقاط هذه، اليوم اللي بعده نمشي، سواء أنه تعرض في الضرب في وسط الحصة أو من طالب معين، أنا ما نمشي للطالب ونهده انت ضربت ابني ونخوفه. اكيد انت ما راح تقبل ان ولي او انسان كبير يجي لطفلك ويهده. تمشي تاخذ هذا الطريق اللي هو انسب وملائم. اول شيء تتصل بالمعلم، وكل طالب عنده منتوري يسمى بالسويدي هو المسؤول عليه، تسال ابني حكى هذا الشيء، هل عندكم فكره؟ في الاغلبيه لو المدرسه عندها علم يكتبوا انسيدنت ريبورت، يكتبوا معناته ان صارت هذا الشيء، ويكون الاغلبيه عندهم حل.
بس لو المدرسة ما شافوا، كانت خارج المدرسة أو صارت في وقت الأستاذ أو المعلم ما شاف، أكيد رح نتبع القانون، نمشي للمعلم نستفسر، إذا ما لقيت المعلومة أو الأستاذ ما قامش بالأشياء اللازمة نمشي للمدير. إذا شفت المدرسة أصلاً ما مهتمة، عندي الحق اللي أنا نبلغ على المدرسة. يعني المهم نسمع كل الأطراف وبالنهاية بنحكم. ما نتخطى المراحل تماماً. إني أكيد دائما حقيقة في الأغلبية إن الأمور تتحل عن طريق الحوار، ونبدأ بالمعلم، ممكن نبعث له رسالة أو نتصل به أو نمشي على عين المكان، ابني تعرض لكذا وكذا وحكى كذا وكذا. الأطفال دائما ما نقولوا إنهم بيبالغوا، لازم أكيد يكون شوي من الصحة موجود حتى لو كان ما كله صحيح، بس لازم نثقوا في الطفل ونتبعوه. أوكي عندي ثقة فيك أنك تحكي الصدق، يلا نشوف شو نسوي. لما يشوف الطفل أوكي أنا ما أقدر أبالغ أو أكذب في هذا الشيء، المرة الجاية رح يكون بصدق. طيب السؤال الثاني هو كيف بيتعامل المعلم بين مستوى أو بين تفاوت مستوى الفهم والإدراك بين طالب وطالب؟ المدرسة السويدية قائمة على إن مثلا في صف واحد تلقى مستويات مختلفة، وإن الأستاذ يعامل الطلبة معناتها بإنصاف، والإنصاف رتفيسة يسمى. الإنصاف مو إني نعمل نفس مثلا التمرين للكل، موجودة مثل الحكمة إنه أستاذ أو في شكل البومة هي طلبت من حيوانات مختلفة، سمكة وعصفور وقرد وحيوانات مختلفة تسلق الشجرة، معناتها منه رح يقدر يسلق الشجرة أسرع؟ أكيد اللي عنده هذه القدرات. هذا خطأ إني نعطي نفس الامتحان لكل الطلبة. أول شيء لازم نشوف قدراتهم، ومن قدراتهم ننطلق. في المدرسة السويدية أو في القسم السويدي تلقي أحياناً الامتحان قائم على تدرج أو تسلسل. البداية مجموعة أسئلة كل الطلبة قادرة إنها تجاوب عليها، هذا يعزز الثقة بالنفس بالنسبة للتلميذ، قادر أنا إني نكمل، مو من إنه من أول سؤال يعجز وما يقدر يجاوب ويفقد أصلاً معناتها إنه يكمل، رغبة في إنه يكمل الامتحان. الامتحانات قائمة على معناتها مثل الترابور مثل الدرج، إنه في البداية سهل ويبدأ صعوبة شوي شوي شوي، ودائما الأستاذ يقول الإجابة الأخيرة إذا أنت قادر تجاوب أو لا أنت حر، إذا حاب تعمل هيا بتيج، معناته إذا حاب تحسن في النتيجة مو إنك إذا حاب تكمل أو لا. طيب سونيا في تعليق من أبو طارق بيقول بتحكونا أنه لازم نضبط الطفل، بس بالمقابل أنتم بتبلغوا السوسيال لو سمعتوا عن أهل الطفل عم بيوجهوا كلمة لابنهم. يمكن نحن حكينا عن الشدة بس ما حكينا عن الأسوة والضرب. لا. يمكن في فرق. لا لا. بس شو بتردي على أبو طارق؟ هذا حكينا فيه في برنامج قبل. هذا الخلط بين أني أنا ممكن نسيطر على طفلي نتحكم فيه، أنا اللي عندي السلطة لكن بطريقة الحوار، ما نخلي إن الطفل هو اللي يتحكم فيه. بس الأولياء نصيحة لهم أكيد، بس شفتوا صعوبة مع الطفل في التحكم فيه، شفتوا مثلا ردة فعله أو عنف أو مشاكل مع طفلك، أنت الأول خذ الخطوة واتصل بالسوسيال، أنت الأول بلغ أنا عندي مشكل مع طفلي ساعدوني. أكيد السوسيال ما رح ياخذ معناتها طفلك، بالعكس لما يطلب الإنسان المساعدة يعرفوا أن هذا الإنسان هو اللي طلب المساعدة ويساعدوه بكل الوسائل. بس إذا أنت تنتظر أن تصير كارثة بالبيت وأنك أنت تتعصب وفي الأخير تصير حالة عنف، أكيد رح السوسيال ياخذ طفلك. طبعا. بس هذه غلط أن الناس يظنوا، والأغلبية للأسف يظنوا أنها أول معلومة ياخذوها لما يدخلوا للسويد أن إذا ضرب طفلك ياخذوها السوسيال. هذا مو صح، أبدا مو صح.
أكيد السوسيال مو معناتها مجموعة حمقى، لا، عندهم أساليبهم وطرقات طرقهم اللي يتبعوها. لو الطفل أكيد تعرض للعنف كم من مرة ياخذوا معاهم اجتماع يبلغوهم احنا سمعنا كذا 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 كذا، بس إذا شاف الطفل أصلا هو في حالة مشكل، أكيد أي طفل في السويد يتعرض للعنف أو يحسوا أن حياته في خطر لازم يتدخلوا بأخذ هذا الطفل تماما للحفاظ عليه، مو لأنه حابين ينتقموا من الأب أو الأم. معناتها الأم والأب لازم يفهموا إذا نحب أنا طفلي لازم نعرف نتصرف معاه. طريقة الحوار أني كل شيء نحكي له، ما نعتبره أنه هو الطفل ما فاهم ولا شيء ما عارف ولا شيء، نحكي مع إنسان واعي محتاجة أني نقوي له قدراته العقلية، قدراته الفكرية، قدراته الاجتماعية، نحكي معه. وصدقيني معناتها كثير يلقوا هذه الطريقة أنها تجيب نتائج مهمة. يعني سونيا الحالة الصحية للعائلة وللأهل لحتى يديروا بالهم أولادهم هو الحوار. الحوار يعني مو كمان كل شيء بالقسوة والعنف. صح. طيب ننتقل للسؤال الثاني اللي بيقول شو أهمية الاجتماعات الدورية اللي عم تكون بين المدرسة والأهل؟ هذه لأخذ المعلومة اللي تجي من المدرسة. الاجتماعات مثلا يتفكلين سمتال فريلدراماتا، هذه كل الاجتماعات ياخذ فيها الولي معلومة عن المدرسة، طرق مثلا المدرسة تستخدمها لمعالجة بعض المشاكل. مثلا الاتفكلينج سمتال هذا الحوار اللي يكون بين التلميذ غالبا والولي والأستاذ المسؤول، إنه يحكي له في أول الترمين أو في أول السنة الدراسية ابنك عنده هذه القدرات. التلميذ يحكي على نفسه أنا عندي هذه القدرات، يحط أهداف لنفسه التلميذ بحد ذاته، يحط أهداف لنفسه والأستاذ والولي يتبعها ويحط خطة واضحة شو الأشياء اللي احنا قادرين ان نساعده الطفل انه يوصل للهدف. ومهمة الولي انه يتبع ابنه انه يوصل للهدف، مو انه اوكي حضرت هذه الاجتماع وبعد ننساه الى اخر السنة الدراسية، لازم نتبع. طيب كمان كتابة الواجبات المدرسية، هي كتابة الواجبات بتحدد مستقبل الطفل ولا هو ما له علاقة؟ وظائف معناتها تماما لكسا. المدارس السويدية أغلبها متخذة طرق أنها تقلل من الوظائف، لأن بالنسبة لهم مهم أن الطفل ما يكونش استرسد، ما يكونش عنده ضغوطات. تركز على أن الطفل يأخذ المعلومة ويستوعبها في الحصة في الدرس، مو مجبور أنه يعمل مجهود إضافي. لكن أحياناً ما يتماشى مع كل الأطفال، وتكون الوظيفة إنها كمساعد مو إنها هي الأساسية، فقط كمساعد. طيب كمان شو رأيك هيك بعد هاي الأسئلة؟ حابين اللحظة على كل الأسئلة؟ لا خلينا نحكي عن النصايح، يعني بعد كل هاي خلينا نحكي عن النصايح اللي بتهم الأهل بالنسبة للطلاب، سواء مثل ما حكينا قلنا الثقة، الحوار، شو في شيء تاني لازم ينتبهوا لهم الأهل؟ إني نتابع باستمرار، نتابع باستمرار طفلي، نسأل نحكي، لأن الطفل أحياناً الأغلبية كتومين، بس لو تسألي مرة اثنين وثلاثة وتحاولي تكسبي ثقة ابنك أو بنتك إنه يحكوا لك كل شيء، وهذا يبدأ من المدرسة التمهيدية. تمام. لو أنا كل يوم نسأل بنتي أو ابني شو عملت وشو أكلت وين طلعت، يصير الطفل متعود إنه يحكي لك، وبعد يصير الحكي بدون أنت أصلا ما تسأليه. حاولوا إنكم تكسبوا ثقة أطفالكم. أول شيء الثقة والباقي يجي بالتدرج. يعني الثقة هي العنوان الأساسي سواء بالمدرسة وسواء بالبيت، لأن أحيانا الأم أو الأب يحسوا أني أنا جبت هذه الأطفال معناتها أطفالي عادي، معناتها هذا واجبهم، لازم يفهموا اللي أنا هي المهم. لا، الطفل ما يفهم واحدة اللي أنت مهمة بالنسبة لي إذا ما وريتي بشكل الطرق اللي أنت مهتمة.
أحيانا الطفل يلاحظ أن الأب أو الأم ما مهتمين، الأب قاعد كامل اليوم يقرأ جرائد أو يتصفح الفيسبوك، الأم في الطبخ أو في التنظيف، ما تسمع أصلا ابنها أو بنتها. يفهموا اللي أنا ما مهم، ما مهم عندهم أصلا، ما تجي ولا يوم تسأليني أو تشوفي أنا شو احتياجاتي. يتصوروا بس عندهم طبخ وأكل وهاي هي، لا، لازم نبين الطفل اللي أنا مهتمة، كيفاش كان يومك، احكي لي هل في مشاكل، مو بس إذا أوكي أغلبية الناس ترجع للطبخ بترجع لتنظيف البيت بدون ما تهتم كيفاش كان حالك، الحمد لله أوكي وتمشي الأمور. لا، لازم ناخذ وقتي نخلي كل شيء، لأن الأم والأب أكثر ناس يفهموا أطفال، نخلي كل شيء ونقعد مع ابني أو بنتي نسأل، لا احكي لي أنا أشوفك متغير اليوم شو صاير. بس إذا أنا أصلا ما نشوف ابني لما يدخل أو بنتي وما نطلع في وجهه ونشوف تغييرات أشياء نلاحظ، معناتها إذا أنا مهتمة بالطبخ أكيد ما راح نلاحظ ولا شيء، يسكر غرفته ويبعد. أوكي لازم ندخل ونشوف، أها إذا أوكي مداي. بتعرفي سونيا، ويمكن مشان هيك السبب العالم أو الأطفال بيلجأوا للعالم الافتراضي، صح، لأنه ما في أهل يكون في حوار بيناتهم، صح، أو يعاملهم كرفيق، لهيك بروح عند الرفيق الثاني اللي هو العالم الافتراضي، صح، السوشيال ميديا. لأن الأطفال عندهم الاحتياج، صح، هذا إن واحد يسمعني، نحكي واحد يسمعني، ليش ما يكونش الأم والأب؟ إذا ما نقول الأم والأب يسمعوا أكيد راح يفتش على البديل أكيد. طيب كمان في سؤال بيقول فصل الطلاب العرب في حصص تدريسية عن الطلاب السويديين، شو السبب؟ السبب اللغة أكيد، تقوية اللغة عند الطلاب العرب أكيد، القادم من جدد مش الكل. في الأول موجود النظام إنه يكونوا في فصل خاص لتقوية اللغة، ممكن يكون إدماجهم في بعض الحصص مثلا الرياضيات اللي هي ممكن ما تحتاج أحيانا شرح كثير للقادم الجديد، شوي يبدو بالاندماج شوي شوي، لكن في البداية أكيد التواصل عن طريق اللغة هذا مهم، اللي أنا نخلي مستوى الطفل في اللغة شوي إنه يكون على الأقل يفهم شو صاير في القسم، مو إني نحطه في قسم هو أصلا ما فهم وبعد نقول أها ابني جاب F في كل شيء. تمام، ويمكن يكون عنده ردة فعل إنه يكره اللغة، صح، لأنه ما عم يفهم شو، لأن لا واحد أصلا معبرة في الوجود، لأن ما موجود حوار، ما موجود تواصل أصلا. عم بيسأل فراس الأنشطة للطلاب الموسيقية والرياضية، هل هناك أنشطة خارج نطاق المدارس وكيفية البحث والتسجيل عنها؟ أكيد موجود، أكيد ستوكهولم ستاد خاصة عندها برامج كثيرة، لو تدخلوا على الصفحة الخاصة بستوكهولم ستاد راح تلقوا كثير نشاطات، سواء سباحة سواء موسيقى سواء رياضة، أغلبية النشاطات وهي معناتها مبالغ رمزية ما تكلف مثل اللي يكون بريفاتا معناتها خاص. الأغلبية 700 كرون، يكون مثلا درس السباحة 10 جلسات ب 700 كرون على مدة شهرين، موجود كثير هذه النشاطات. كمان ماكسيم بيقول ممكن نحكي شوي عن مساعد المدرس داخل الصف. مساعد المدرس ممكن يكون ما عنده الكفاءة أو الخبرة، أحيانا يكون المساعد بس لوجود شخص ثاني ممكن يساعد في إنه استمنينج، إنه يكون الجو هادئ في الدرس، لو طفل مثلا عنده مشاكل في الكونسنتراخون معناته في التركيز يكون هو بجنبه، لأن كثير أطفال محتاجين بس انفوكسنس نرهيات معناته إنه بس واحد كبير يكون بجنبه، لو توجد هذا الشخص يكون شوي كيفية السيطرة على القسم أحسن، بس مو كل الأقسام فيها مساعد، هذا وقت الحاجة، بس موجود لهم اتبيلدنينج تكوين، موجود دورات مجموعة منهم عندهم اتبيلدنينج، إذا هو جاي خاص بطفل معين لازم يكون عنده القدرة أنه يعرف وين المشاكل وين المساعدة، بس في الأغلبية يكونوا بس مساعدين أنه الأمور تمشي في القسم.
طيب في سؤال تاني من سلام. هلا انا رح احكي كل التعليقات لحتى منه نضوي على الموضوع ونورج انه في احيانا في اهالي بيكونوا فهمانين غلط او دغري، يعني احنا من نوع نرمي الغلط على حدا تاني الاخر. سلام بتقول ليش اذا ولد عربي انضرب من طفل سويدي ما بيحكوا شيء بالمدرسه، اما اذا العربي انضرب واخذ حقه فبيخربوا الدنيا. منو اللي يخرب الدنيا؟ العربي يعني المدرسة. اذا السويدي انضرب ما بيحكوا شيء، بس اذا العربي او بالعكس اذا السويدي انضرب من طفل عربي بيعملوا مشكله، اما اذا العربي ضربه السويدي ضرب عربي. الاطفال ما دام موجودين في السويد وعندهم ارقام الكل سويديين، ما نفصلوا عرب وسويديين، الكل سويديين. المشكل احيانا في الاولياء، هم اللي ضخموا الامور وهم اللي اولوا الامور. لو انا فاهم القانون السويدي والقانون المدرسي بشكل اخص راح اتبع معناتها الخطوط اللي موجوده او النظام القانون المدرسي. بس لو انا طفلي عرفت انه ضربه واحد ثاني ونتعامل بشكل خاطئ راح يعمل مشكل وضوضاء، وهذا المعروف على للاسف كثير يتعاملوا بطرق مختلفه ويعملوا مشاكل، وهذا ممكن اللي مخلي حساسيه ان هذه الشفافيه وانها الثقه صارت شوي قلت ممكن نقوله. هذا اللي يخلي ممكن ما يسمعوا من واحد لما يقول ابني ضربه واحد من اصول سويديه. هلا كمان بلشت الاسئله تجي، في سؤال عم يحكي عن المواد او الحصص الاضافيه، عم بيحكي انه في مشكله هي انه بين الطلب بالطلاب مواد اضافيه لدراستهم لينتقلوا للمرحله الثانويه، واحيانا المدرسين عم يرفضوا يعطوهم هي الحصص، يعني في بس السويدي والانجليزي مساعدة إيه؟ اضافيه او حصص اضافيه في حال كان بدهم. الطالب اذا هو عنده مستوى الاي معناتها جود شانس في الماده ما مجبور المعلم انه يعطيه حصص اضافيه. مسؤوليه المدرسه انها توصل الطالب للمستوى انه يصير جود شانس معناتها موافق مو وظيفتها انها توصله للا هذا مجهود شخصي. اذا انت وصلت للاي خلص احنا مجهوداتنا تماما. هذه هي اللي ممكن يصير الخطا، اني انا نحب نعلي مستوايا بس الاستاذ ما يسمح لي. المستوى لازم انت تعليه بمجهودك الخاص، المعلم هو مسؤوليته انه يوصلك للاي، واذا انت اصلا في البي يساعدك للا. طيب سونيا كونك انت مديرة مدرسة سويدية، في سؤال عم يجي من محمد مصطفى، ومحمد كثير عم بيسأل نفس السؤال واللي بيقول شو رأيك بالتمييز اللي عم بيصير بالمدرسة السويدية والتفريق بين الطلاب الأجانب والسويديين؟ ممكن هذا إحساس أكثر منه واقع. العنصرية للأسف هي موجودة في كل مكان حتى في بلداننا، بس ما فينا نعمم إنه. ما فينا نعمم أكيد، ممكن يحكي على مدرسة آلاف المدارس في ستوكهولم وفي السويد، ما نقدر نعمه هذا الشيء. إذا هو يقصد مثلا صارت شيء معين لازم يدقق، مو إنه معاملة إجمالا هذا صعب إنه نعمه، لأن العنصرية موجودة في كل البلدان، موجود في بلداننا للأسف العنصرية والتمييز الطبقية الواسطة كل هذه الأنواع موجودة. السويد بالعكس أعطيتنا المجال إن احنا نتطور ونلقوا مكاننا في المجتمع، وهذا مجهود شخصي ومجهود خاص. إذا أنا نحب نندمج في المجتمع لازم نسعى لهذا الشيء، مو ننتظر أو نرمي العاتق على الثاني. ليش تعاملني هالشكل؟ خلي أنت اثبت نفسك في المجتمع وشوف المجتمع كيفاش يعاملك. تماما، وبرجع بقول ما لازم نعمم، لا يعني لا أكيد في بالنهاية بنلاقي
كم شخص، بس ما فينا نحكي عن مدرسة لا، كاملة، فينا نحكي عن العنصرية للأسف أساتذة يمكن. موجودة، ومثل ما حكيت بيناتنا احنا أصلاً كعرب كمسلمين تماماً. كأياً نكون موجودة العنصرية. في السويد ما نقولش ما موجودة، بس هذه أقلية. تمام. احنا لازم نركز على الإيجابي وعلى الأغلبية. الأغلبية فاتحة أبوابها وتساعد ومرحبة بالأجانب، هذا اللي لازم نشوفه له، مو نقتصره معناتها على جزء من المجتمع اللي هو ما يمثل الأغلبية للأسف. سونيا، سؤال من فراس بيقول: هل الطلاب مؤمن عليهم بالمدارس، وما هو الغطاء التأميني صح لهم؟ مؤمن عليهم 24 ساعة، خاصة في المدارس التمهيدية مؤمن 24 ساعة، معناتها لو صار أي حادث في المدرسة أو المدرسة التمهيدية موجود التأمين 24 ساعة، ما يصير عندها هلا نحن خوف. لهون بدنا نوقف لأنه قطعنا الوقت أوكي المطلوب، أوكي بس خليني هيك سؤال أخير. كونك امرأة محجبة أوكي وحضرتك كنتي أستاذة وهلا صرتي مديرة، ما بيكون في أسئلة هيك غريبة أو إذا بدنا نقول فضولية من الطلاب لإلك، خاصة أنه مرحلة أساسية عم تدرسي؟ والله معناتها بمصداقية ما تعرضت لهذه الأشياء، خاصة من الطلبة، لأنه السويد وستوكهولم خاصة مختلط. لو ما شفتش محاجبة في المدرسة نشوفها في مكان ثاني. الأسئلة من وين تجي؟ من الكبار. مثلا تعرضت لكثير أسئلة لما كنت ندرس في جامعة ستوكهولم من المدرسين نفسهم ومن الموظفين الزملاء، لحب المعرفة للاستفادة، بس مو إنه للاضطهاد أو تقليل الواحد من شأنه. بس بين الأطفال ممكن يسألك الطالب لحب المعرفة أو لأنه قرأ على الإسلام، لأن في المدارس السويدية يدرسوا على كل الديانات، الدين الإسلامي هو كذا 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 كذا، ممكن يسألك ها أنت مسلمة وليش وهذا، ها معناتها للتحقق من الشيء مو إنه لتقليل من شأنك. مع هالسؤال بدي أشكرك كثير مديرة مدرسة التمهيدية سونيا السوداني. شكرا، أنا اللي نشكرك، وإن شاء الله يكون الكل استفاد وجاوبنا على الأغلبية من الأسئلة، وإذا عندهم أي سؤال إن شاء الله ممكن بعد الحلقة نجاوب، نجاوبه. وممكن كمان تكون معنا بحلقات قادمة. شكرا لك، أكيد. والشكر الأكبر لكل متابعي الكومبيس، تبقوا بخير، باي باي. هذا البرنامج برعاية هيلي بوب.